الانطلاقات مستمرة والتحديات والإثارة هنا موجودة مع أبناء القبائل في هذا الميدان. هنا الميدان الذكي الذي نتابع منه هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. هنا نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط شاهين سعيد بن سيف بن عبيد بن كديدة الفلاسي، من يأتي على صدارة. وعلى المركز الأول يأتي الريع، على المركز الثاني تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط، من يأتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث سراب، ينطلق هنا سعيد بن خليفة بن ضبعون المسافري، من يأتينا على المركز الثاني بهذه الانطلاقة. على المركز الثالث عفوا، بينما المركز الرابع، المركز الرابع والانطلاق والتحدي على رابع المراكز بهذا الأداء الجميل هنا بهذا التحدي والإثارة. بالكديدة ينطلق بهذا الأداء الجميل هنا مع الأسد سلطان بن حميد بالكديدة الفلاسي. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس سراب سيب بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري، ياتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس، سادس المراكز هنا يتواجد بهذه الانطلاقة الجميلة والتحدي هنا رعد هنا بهذا الانطلاق خالد بن جمال بن سيب بن محمد الحرزي، من يأتينا بهذا الانطلاق الجميل مع رعد بهذا الأداء المميز والوصول في هذه اللحظات من شرط مطر بن محمد بن دحروي العامري، مع شرط من ينطلق ويتحدى على سابع المراكز، معدي في المركز الثامن محمد بن عبيد بالضبيعة لجتبي، من يأتينا هنا على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع شاهين خلفان بن راشد النايلي الشامسي. وعلى المركز العاشر هملول مصرط بن شعيفان بول اثنين السبيعي، من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى الريع، من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول الريع. هنا أيضا تركي بن عوض الله بن غلاب الصواف، من ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. المركز الثاني شاهين سعيد بن سيف بن عبيد بن خليدة الفلاسي. وهنا يأتي سراب سعيد بن خليفة بن ضبعون المسافري، من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هناك يأتينا الأسد سلطان بن حميد بن كريدة الفلاسي، من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصل رعد خالد بن جمال بن سيف الفلاسي، من ينطلق هنا على المركز الخامس. وفي المركز السادس يأتي شرط هنا أيضا بهذا الأداء الجميل مطر بن محمد بن دحروي العامري، من يأتي بشرط على سادس المراكز. وفي المركز السابع، المركز السابع يأتينا شاهين خلفان بن راشد النايلي الشامسي، من ينطلق على سابع المراكز. وفي المركز الثامن، المركز الثامن معدي محمد بن عبيد بالضبيعة لجتبي، والوصول هنا بهذه اللحظات وأول نداء المنطلق والمتحدي هنا شاهين مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري، من يأتينا بهذا الانطلاق. ومن الجانب الآخر هنا أيضا الحمامي، ياتينا نابت بن سلطان بن علي بن رشيد لجتبي مع الحمامي، من ينطلق بهذا الاداء الجميل. نعود الى صدارة، نعود الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي.
هناك مقدمة هذا الشوط والمركز الأول الريع. الريع لا زال على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الريع المنطلق هنا بهذا الأداء، تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط المنطلق على المركز الأول، ولكن أرى رعد رعد من الجانب الثاني. رعد هنا من ينطلق أيضا إلى صدارة، رعد خالد بن جمال بن سيف الحريز أيضا الفلاسي من يأتي بهذا الانطلاق الجميل على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني وسراب على المركز الثاني هنا لسعيد بن خليفة بن ضبعون المسافري، من يأتينا على المركز الثاني بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. شرط يأتي على المركز الثالث، شرط هنا مطر بن محمد بن دحروي العامري، وإن قلت محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري فالأمور كلها طيبة بهذا الانطلاق الجميل. هنا أيضا الوصول الريع، لا زال في صلب المنافسة. تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط من يأتي على المركز الرابع وفي المركز الخامس، الأسد سلطان بن حميد بن كديدة الفلاسي، وصل أبو الاثنين مع هملول مصلط بن شعيفان بن الاثنين السبيعي، من يأتينا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. يا سلام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى شرط من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شرط هنا من انتزع الصدارة سيد محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري، وهملول هملول من الجانب الآخر، مصرط بن شعيفان بول اثنين السبيعي، وسينتزع الصدارة ينتزع المقدمة في هذه اللحظات. هناك رعد خالد بن جمال بن سيف الحريز الفلاسي على المركز الثاني والمركز الثالث. سراب مع الكيلومتر الأخير هنا لسعيد بن خليفة بن ضبعون لمسوفري، وهناك الأسد لسلطان بن حميد الكديدة الفلاسي، والمركز الخامس الريع. ترقي بن عوض الله بن غلاب الصواط من يأتي شرط هنا على المركز السادس. هذه اللحظات هنا محمد بن مطر بن محمد بن حروي العامري، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تحديات جميلة، تحديات وإثارة شاهدينا ومتابعينا الكرام. رعد من غير على الصدارة، رعد على المقدمة وعلى المركز الأول. رعد هنا خالد بن جمال بن سيف بن محمد الحريز الفلاسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. روح شعار بن درويش هنا على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، ولكن الأسد كشر عن أنيابه. الأسد هو حليله الأسد على هذا الانطلاق الجميل، هو التحدي والإثارة. هو هنا تشاهدون الأسد على الصدارة على المقدمة، سلطان بن حميد بن كديدة الفلاسي من ينتزع الصدارة. سلام للمرموم، سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصل رعد خالد بن جبال حسين بن محمد الفلاسي، وفي المركز الثالث أملول من وصل على المركز الثالث بهذا الانطلاق الجميل، مصر بن شعيفان بول اثنين السبيعي. هناك الحمامي نابت بن سلطان بن رشيد، ووصول من شاهين مشرش بن سعيد بن محمد الخيارين من وصل على المركز هنا ايضا الخامس، وايضا الانطلاق والتحدي الجميل. المركز السادس عندك يا بن ضبعون، وتسع دقائق هنا. دقائق 45 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام الأسد سلطان بن حميد بن كنيدة الفلاسي، بينما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام. 9 دقائق 47 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية، توقيت رعد هنا أيضا لخالد بن جمال بن سيف بن محمد الحريز الفلاسي من أتى على المركز الثاني. تهانينا لك يا بن درويش. المركز الثالث 9 دقائق 48 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال
هو التوقيت الزمني لهملول مصر الاسعفان بمصر الاولى اثنين السبيعي. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.